بالنسبة للوقفة ديال اليوم هو شكل احتجاجي اللي ما عمره ما تسبق هنا في المستشفى الجامعي، بحيث أنه وقفة صامتة، ما نرددوا شعارات، ما نديروا حتى شي حاجه، فقط اننا غادي نعبروا على السخط ديالنا على هذه الممارسات هذه اللي وقعت مؤخرا واللي كتجلى في التشهير بمجموعه من الموظفين بالمركز الشفائي الجامعي، والنبش في حياتهم الشخصيه والاتهام ديالهم باتهامات اللي هي باطله وباطله مليار في المئه. اذا اليوم جينا في هذه الوقفه هذه جينا باش اننا نقولوا لهاد الناس هادو انهم لا مكان اليوم هنا في مركز الشفاء الجامعي، وانه امور بحال هكا راه كتاثر على العلاقات الاجتماعيه ما بين المستخدمين، وكتاثر على حتى الصوره ديال المؤسسه. هذا من واحد الجهه، من واحد الجهه اخرى هو انه النضال المؤسساتي والنضال ديال النقابه كيكون عنده اليات ديمقراطيه، وبحكم انه النقابه هي مؤسسه دستوريه كيكونوا اليات كثيره اللي كنتاخذوها حنايا في علاقتنا مع مجموعه من المشاكل اللي كنواجهوها. مثلا كنتاخذوا مثلا اشكال نضاليه، وقفات، احتجاجات، كاين الملفات اللي كنحلوهم على القضاء، كاين مجموعه من السبل، ولكن هادشي كامل كيبقى في اطار انه المشاكل ديالنا كنناقشوها ما بيناتنا وفي الدوله ديالنا حنايا، ماشي كنساهموا في النشر ديال الغسيل ديال الغسيل الداخلي ديالنا وكنعطيوه في طبق من ذهب لمجموعه من الناس اللي ممكن انهم يستغلوه في طريقه سلبيه من اجل التشويه ديال الصوره ديال البلاد مع اعداء الوطن. وهذا الشيء اللي جينا اليوم باش اننا نعبر على الرفض ديالنا ليه. جينا من اقليم الصويره باش نضموا الاخوان ديال الاقاليم بجهه مراكش اسفي ضد الادعاءات والافتراءات اللي يعني كتمارسها بعض المنصات الالكترونيه في حق موظفين مهنيين الصحه. وبهذه الوقفه الصامته راح نحاولوا نمرروا ميساج للاداره المعنيه باش يعني تاخذ في حق هذوك الناس اللي كيدعيوا وكيفطريوا على الموظفين المسطره القضائيه.